فكره ان انت تطبق قبل ما تروح الامتحان عشان تذاكر اكبر كم ممكن من الحاجات، اسمح لي اقول لك فكره مش كويسه قوي، مش كويس، فاشله. اللي انت ذاكرته قبلها مش هيلحق فتره البتاع ده يخش الذاكره، ما دي معلومات كلها بتخش المخ. عجيب مش احنا مش قلنا لسه ان المخ وقت النوم بيقول لك لو سمحت انا عايز اقعد لوحدي كده، تشوف الحاجات المفيده ادخلها والحاجات اللي مش مفيده ارميها. طب هو انت ذاكرته ودخلت معلومات، هيلحق ياخد الحاجات دي امتى بقى يسجلها ويقول اه عايزين نسجل دي؟ مفيش، بل بالعكس ده ممكن تكون ضرر. يعني مش لاقيها ما فيهاش فايده، ما فيهاش ضرر، لا دي ضرر. انت ممكن بالفعل تكون قضيت وقت اكبر مع الكتب وحاولت تحفظ، لكن الفايده من ده بتكون قليله جدا ان لم تكن ضاره، لان ثلاث ارباع اللي انت فاكر ان انت حفظته ده انت ما حفظتوش، لانك حرمت دماغك من حاجه شديده الاهميه لعمليه الذاكره اسمها الميموري كونسوليديشن او دمج الذاكره.